هكذا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وضع ملف النظافة على أجندة أولويات المحافظين مع الاهتمام بالمظهر الجمالي للمدن والمراكز والأحياء. وخلال ترأسه الاجتماع الأول لمجلس المحافظين الجدد لبحث تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين، أوصى مدبولي بضرورة فتح المحافظين قنوات تواصل دائمة مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب ومحاولة حل المشكلات بأفكار من خارج الصندوق. احنا النهارده كوزاره بيئه وزاره التنميه المحليه حاطين خطه فعلا لمده السنتين القادمين، لكن انا عايز في خلال الثلاث شهور الجايه يبقى في تحسن في الخدمه من خلال نقاط معينه. اهم حاجه ان يبقى عنده منظومه رصد لفين المراكز اللي بتتجمع فيها القمامه بشكل كبير، وده عنده مراكز المعلومات اللي موجوده عنده، بالاضافه ان هو يشجع ايضا جمعيات المجتمع المدني اللي هو ممكن انها بترصد معاه هذا الكلام، ويبقى هذه المناطق بقى او منظومه الرصد بتقول له والله انا عندي اهي النقطه الفلانيه اللي في الشارع الفلاني فيها تكدس شديد للقمامه، عندي مقلب عشوائي في المنطقه الفلانيه، يبقى عنده هذا الكلام. الحقيقه التوجيه الاخر هو تشكيل وحده تدخل سريع في كل محافظه. الوحده دي بتبقى عباره عن هي اكتر من وحده طبعا طبقا لحجم كل محافظه، ان هناك يكون وحده او اكثر للتدخل السريع. الفكره دي تكون الوحده دي مشكله من مجموعه من الادوات والاجهزه والسيارات، ان لما بنرصد هناك منطقه معينه بتبدا هذه الوحده تتحرك لهذه النقطه وتتدخل وتزيلها بصوره على طول يعني منتظمه.